السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه character.ai بحب افتحه كل فترة كده، بتلاقي في تطورات جديدة. هي فكرته كأنك روحت مثلا لشات جي بي تي او جيميناي او اي موقع من مواقع شات مع الذكاء الاصطناعي، وقلت له كلمني كأنك انت مثلا محمد الفاتح. فساعتها هيبدأ ان انت كل ما تسأله سؤال يجاوب كأنه محمد الفاتح. فمثلا ممكن تقول له جاوبني كأنك راجل متخصص في التاريخ، فساعتها كل الإجابات هتبقى متعلقة كأنك بتسأل حد مثلا زي المقريزي في التاريخ. هي دي فكرة character.ai، إن أنا بختار شخصية أو بختار دولة أو بختار دين. يعني ممكن أقول له إيه، أنا عايز أتعرف على ديانة معينة، فبختار الديانة مثلا، هي في الديانة مثلا إسلامية، فكل الإجابات هتبقى كأنك أنت بتتكلم مع البلد أو الشخصية اللي أنت اخترتها. فهتلاقي شخصيات كتيرة، هتلاقي مثلا سقراط، فتبدأ تسأله عن حياة سقراط والحاجات دي كلها. هو مش تحضير أرواح، لكن هو بيبدأ إن هو يجاوب كأن هو الشخصية اللي أنت اخترتها. في عندك حاجات مثلا ألعاب، مثلا حاجات أنيمي، تقدر تشوف كل الحاجات دي. مثلا عايز حد متخصص يعلمني اللغة، تمام، فمثلا هقول له انجلش تيتشر، ودي ممكن توصلها برضو من خلال شات جي بي تي. تقول له انا عايز اتعلم انجليزي، فخليك معايا ونبدا نتعلم انجليزي مع بعض، او مثلا عايز اتعلم الماني او ياباني، فبتبدا تختار اللغه. وكل هم بقى ساعتها متبرمج على حاجه واحده، ان هو يعلي مهاراتك في اللغه اللي انت اخترتها. في مثلا تقول له انا عندي مشكله تقنيه وعايزك تحلها لي، فبتختار واحده من الشخصيات اللي متخصصه في حل الحاجات المشاكل التقنية. مثلا أنا عايز أجرب رايت ستوري، فهنا هيساعدك في تكتب القصة كأنك روحت برضو للذكاء الصناعي شات جي بي تي أو جيميناي، وبدأت تقول له أنا عايز أكتب قصة، تمام. بيقول لك أنت ممكن تجربها بالصوت. يعني إيه بالصوت؟ يعني هفتح المايك وأبدأ إن أنا أتكلم معاه، تمام أهوت، أو ممكن تكتب أو صوت زي ما أنت عايز. فخليني مثلا اقول له اريد كتابة قصة قصيرة احداثها في مصر باسلوب تشارلز ديكنز، تمام. وطبعا مش من اول مرة بتظبط معاك، محتاج برضو ايه تاخد وتدي معاه في الكلام لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. القصة مستوحاة من الواقع في مصر، ويجب أن يكون لها أعداد كبيرة من الأحداث. هو بدأ يقرأ الكلام اللي هيبقى مكتوب، تمام. فبيقول لي اكتب، فهقول له ما أهم الشخصيات هذه القصة. تفضل وراه لحد ما يبدأ يكتب معاك القصة إن شاء الله. هو بيساعدك شوية، هيقول لك البطل القصة إيه، الحاجات الأساسية. أنا قليل من الشخصيات الهامة التي يمكن أن تظهر في القصة، وهكذا. دي مثلا من ضمن الحاجات اللي هي ان يساعدك في كتابة قصة. ممكن يساعدك يبقى دكتور نفساني، عندك مشكلة نفسية ومش عايز تروح للدكتور لأي سبب من الأسباب، تبدأ ان انت تشوف، او براكتس انترفيو، تمام، كأن انا عايز اتدرب، اريد تدريب على وظيفة محاسب وأنت الذي ستجري لي المقابلة. فيبدأ بقى يسألك الأسئلة، ومن خلال الأسئلة يطلع أسئلة تانية وهكذا، تمام. خلي بالك هو بيقول لك أنت ممكن تختار الفويس، تختار الهيستوري، تعمل بين الرسائل معينة وهكذا.
اشتغلت 20 سنة على الإكسل مثلا، فعلى طول هيبدأ يسألك. يعني هو أنا متقمص شخصية إن هو بيمتحنك وبيعمل معاك انترفيو بعد المشاريع اللي عملت عليها، مثلا مشروع قناة السويس مثلا وحصر التكاليف. هيسألني بقى انت ازاي عملت حصر التكاليف في المشروع، هل اشتغلت مع متخصصين في الميزانية والتكاليف لتقليل الأخطاء والتأكد من دقة الحسابات؟ فشوف بقى انت هتجاوب ازاي. يعني بيمهدك او بيدربك على فكرة الانترفيو دي، من ضمن الحاجات الظريفة في الموقع. فزي ما انت شايف الافكار لا نهائية، انت تبدأ تدور كده تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها. ممكن مثلا عايز تتعلم لغة معينة، عايز تتعلم برمجة معينة، برنامج معين، عايز حاجة في السياسة مثلا، تمام، كارل ماركس مثلا، تعال نسأله من أنت، ما هي النبوءات التي تنبأت بها وطلعت خطأ ولم تحدث؟ سرعة الرد بتاعته بالنسبة لي شايف انها كويسة جدا. يعني هو ليه طبعا نبوءات كتيرة غلط، هو توقع الثورة تبقى موجودة في بريطانيا وليس روسيا لأنها كانت بلد صناعي، توقع إن رأس المال سيملك نفسه من خلال دورته، تمام. فهو بيتقمص الشخصية اللي أنت هتختارها. فزي ما شايف يعني موقع خطير، يعني ممكن تنسى نفسك قدامه لأنه فعلا مسلي. يعني تخيل إن أنت تروح وتقابل شخصية تاريخية بتقرأ عنها كتير وتجاوبك زي ما انت عايز. اختار كتاب ناقشه، يعني اختار مثلا الكتاب دوت، تمام. طبعا الشخصية دي معروفة تبع هاري بوتر، خلينا نسأله. عرفني بنفسك. أخبرني بسر عنك لا أحد يعرفه. بص مغرور، إيه ده؟ أنت مش عارف أنا مين؟ سهل المكان الجواب ذلك أنا. طيب بوتر ساحر قوي، نفس الغرور بتاعه في الفيلم. يعني بيقولك لا هاري بوتر ساحر ضعيف. يمكن أن تعلمنا السحر؟ موجود يا باشا.
بوايا ليسوا من السحر. متقمص الشخصية بشكل غريب. ماشي يا عم الحاج. طيب بس عشان ما اطولش عليكم، يعني موقع ممتع جدا، تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا مفيدة، تمام، وتتعلم حاجات كتير جدا او تضيع وقتك، فحاول ان انت تستغله استخدام افضل يعني.